نستسلم وخلقنا الفرص وبحث عن التأهل. هدف في آخر دقائق الشوط الأول سأل عن فرق اليوم، وكان هناك انضباط تكتيك من قبلكم، كلامك صحيح. نحن خلال الأسبوع الذي سبق هذه المباراة كنا ندري أن المنتخب التونسي سيلعب بهذه الطريقة، وقررنا نلعب على الهجمات المرتدة لكي نوجعهم. شكرا. شكرا لنافع بن عاشور. طارق، تريد ان تشاهد الهدف؟ الهدف اللي سجلناه وفي هدف غريب على اذا فيه نشاهد